وينضم إلينا من العاصمة بغداد أيضا السياسي المستقل ليث شبار. سيد ليث، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. إذن اليوم على ما يبدو أن جميع الرئاسات الثلاثة شددت على الجلوس إلى طاولة حوار وتقديم التنازلات من كل الأطراف، ما هي الدلالة السياسية لهذه التصريحات المتفقة؟ شكرا جزيلا سيد زينة، وتحياتي لك وللجمهور الكريم. شوف، بلا شك احنا كقوى وطنية نعتبر ان هذا الحوار يمثل الأقلية ويمثل جزءا فرعيا من المشكلة التي تجتاح اليوم المشهد السياسي، وهو يمثل طرف يعني واحد من الأزمة السياسية، وبالتالي اي حوار لا يمثل جميع اجزاء تعقيدات المشهد السياسي سيصيبه الفشل. اليوم هناك أغلبية ساحقة ليس لها أي دخل بهذا الحوار، انضم إليها أيضا طرف مهم جدا من يعني تعقيدات المشهد السياسي وأزمة العملية السياسية اللي هو السيد مقتدى الصدر، وبالتالي أصبح السيد مقتدى الصدر خارج طرفي النزاع وأصبح طرفا يميل إلى المد الشعبي والأغلبية الشعبية. لذلك نعتقد سيد زينة أي حوار من هذا القبيل هو ليس حوارا وطنيا، هو حوار لأطراف الأزمة أو لطرف واحد من أزمة المشهد السياسي. وهل ما يدعو إليه الصدر يسير وفق خطوات وطنية ألم يكن شريكا في كل الحكومات السابقة؟ نعم، هو كان شريكا في الحكومات السابقة، لكنه وصل اليوم إلى قناعة تامة بأن هذه العملية السياسية لن تصلح حالها ولن تقوم بإصلاحات عملية. حاول خلال الفترة الماضية في خاصة في الانتخابات الأخيرة من تشكيل حكومة أغلبية، لكن المشهد السياسي لم يتح له ذلك، وبالتالي أخذ قرار وما زال مصرا على هذا القرار بالرغم من يعني الترغيبات الكثيرة في تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء. اليوم المشهد واضح جدا، هناك جانب رئيسي، جانب يمثل الأغلبية في المشهد السياسي، فقد الثقة بهذه العملية السياسية، فقد الثقة بالنظام السياسي، بل وصل الحال إلى أنه فقد الثقة بالدولة عموما، يعني بمؤسسات الدولة. المواطن اليوم فاقد الثقة حقيقة بسلطته التشريعية، بسلطته التنفيذية، وحتى بسلطته القضائية. ولذلك على أطراف النزاع اليوم وخاصة يعني من يدعون إلى الحوار يجب أن لا يتغافلوا عن هذه الحقيقة. طيب، ولكن عن هذه الحقيقة يعني الرئيسية لن يوصلهم إلى نتيجة واضحة. لكن يعني بالتالي وبالنهاية هناك دستور وهناك قوانين وهناك يعني خطوات تسير عليها الديمقراطية. الدعوة التي وجهها اليوم السيد مقتدى الصدر إلى كل الأحزاب التي انبثقت بعد 2003 لا تشترك في العملية السياسية المقبلة بضمنهم التيار، هل هذه دعوة منطقية أو هل هي سهلة واقعية التحقق على أرض الواقع؟ في كل الأزمات السياسية يجب النظر إلى الشعب، لأن الشعب هو مصدر السلطات، فإذا كان الشعب يعني مقتنعا بأن هذه العملية السياسية لن تودي به إلى الصلاح، لن تودي به إلى تحقيق منافعه ومصالحه، وبالمناسبة الدستور خرق من هذه الطبقة السياسية، خرق آلاف المرات. اليوم حتى هذه اللحظة، اليوم وصلنا تقريبا إلى ما يقارب السنة ولم تشكل حكومة ولم يلتئم مجلس النواب، وكان هناك حراك قوي لتشكيل حكومة أغلبية. من وقف إزاء الدستور؟ إذا كان الدستور لا يلبي مطامح الشعب فلماذا نتمسك به اليوم؟ العقد الاجتماعي والعقد الوطني هو الذي يسير العملية السياسية، من دون ثقة الناس. ما هي أفضل المبادرات المطروحة حتى تسير الآن العملية السياسية للخروج من هذه الأزمة؟ جيد، هذا السؤال هو المهم، وكنت أتمنى أن تركزون دائما على هذا الجانب الرئيسي من الأزمة. اليوم احنا في يعني نقابة الأكاديميين والقوى الوطنية وقسم من القوى التشرينية عقدنا مؤتمرا كبيرا، مؤتمرا وطنيا حضر فيه جميع النخب والكفاءات، وقدمنا مشروع وطني كبير وخارطة الطريق لترشيح ثلاث شخصيات لرئاسة الوزراء، شخصيات مستقلة، وتشكيل حكومة مستقلة انتقالية
تساهم بالانتخابات المقبلة، وبالتالي تستطيع أن تهيئ الأجواء الانتخابات مبكرة حقيقية بشرطها وشروطها. يجب أن يلتفت يعني الطبقة السياسية اليوم التي متمسكة بالحقيقة برأيها وبالتالي تتمسك بالأزمة السياسية. من هي يجب هذه أن تلتفت إلى هذا المد الشعبي والمد الوطني. هذه الرؤية على باقي القوى السياسية؟ اليوم عقدنا مؤتمرنا والحمد لله هناك أصداء جيدة، عرضنا كل الذي حصل في المؤتمر والمشروع الوطني وخارطة الطريق والمقترحات الستة، وإن شاء الله أيضا تصلكم، عرضناها على يعني اليوم القيادات السياسية جميعها، ووصلت حتى إلى سماحة السيد الصدر وهي في طريقها إلى القيادات الأخرى، وسنرى في الأيام المقبلة هل ستستجيب هذه القيادات السياسية للمبادرات الشعبية؟ نعم الأسماء، قلت ثلاثة أسماء مستقلة تم طرحها خلال هذا ستعلن المؤتمر. نعم ستعلن هذه الأسماء خلال 36 ساعة، والشرط فيها يجب أن تعقد هناك مناظرات بين هذه الأسماء لعرض رؤيتها وأفكارها، وبالتالي ممكن أن الشعب يقتنع بمن سيمثله كرئيس وزراء. واخترنا أيضا 100 شخصية يعني عفوا على المقاطعة، واخترنا أيضا 100 شخصية وطنية ولكن هل هذه الشخصيات مشتركة أو كانت قد شاركت في العملية السياسية بعد 2003؟ هي قسم منها مشترك لكنه ليس حزبيا، هو مستقل. وطبعا شرط، انا اعرف تشيرين الى شرط السيد الصدر، بالضبط شرط السيد الصدر ان لا تكون حزبيه، هي تكون مستقله، وبالتالي نحن اخترنا حقيقه سنعلن عن هذه الشخصيات الثلاثه على الملأ خلال 36 ساعه اذا راينا استجابه حقيقيه من الكتل السياسيه، واذا لم نرى ذلك فسنشكل حكومه الظل، وبالتالي يعني لم يبقى امام هذه الأزمة السياسية سوى الاستجابة لهذه المبادرة الوطنية. ممتنة كثيرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد السياسي المستقل ليث شبر، شكرا جزيلا لك على حضورك.